فلوح اليوم تنحضروا في هذا الدوري اللي تحتضنوا الملعب الكبير لمدينة مراكش. سي فلوح اليوم تنشوفوا الثلة من اللاعبين استطاعوا في هذا الدوري باش انه يجمعوا بعض الوجوه الرياضيه من الصعيد الوطني. كاين لاعبين اجانب من فرنسا من اسبانيا. كيفاش جات الفكره باش انه تنظموا هذا الدوري فوت اسد هنا في مدينة مراكش في الملعب الكبير؟ الفكره بسيطه جدا. احنا واحد المجموعه خصوصا اللاعبين ديال الجيش الملكي القدماء منهم خيري حسينة الفضيلي كنشاركوا في كل سنه كنشاركوا في واحد الدوري اللي هو تيتقام في برشلونه في مدينه برشلونه بالضبط. وهذاك الدوري شخصيا لمست فيه واحد 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 الصيغه يعني مخالفه جميع زعما الدوريات اللي حضرنا لهم. بسيط جدا. وهذوك الناس اللي كيقوموا على ذاك الدوري استطاعوا انهم يحيوا دوري فيه 80 فريق. وتخيل معايا 80 فريق راه ماشي ساهل يعني كنهضروا على 1000 ديال الناس ديال المشاركين. والاجمل ما فيه هو انه الناس ماشي ضروره ان يكونوا لي ستار، يعني كاين واحد الحضور كبير وجمعيات كيحضروا كل عام فيهم من اوروبا من جميع ديال الدول ديال اوروبا من غازا دي فرونسي هذا بزاف مجموعه ديال الدوري كيدار في يوم واحد والاقامه كتكون على 4 ايام تقريبا 4 ايام. الحاجه انا اللي الفكره اللي جاتني وحتى الناس ديال برشلونه يعني ترجع لهم الفضل لانهم شاروا لي هذه المساله بحكم ان مراكش مدينه عالميه وكي كيسميوها مدينه الاحلام ومدينه سياحيه القمه. غادي انا ظنيت غيكون الفكره تكون اسهل الى وقفنا عليها ومشات في هذا الاتجاه. دونك هذا هو اللي حاولنا بهذا الدوري اليوم او انه نديروا تجربه بثمانيه ديال الفرق اللي فيهم الاصدقاء ديالنا اللي تيحضروا معنا في برشلونه هما الاول وفيهم الاخوه من مراكش اللي هما كيتمثلوا في ثلاثه الفرق اللي حاضرين اليوم. دونك درنا هذه النسخه هذه باش نمشيو في اخر الموسم ان شاء الله للدوري اللي نوصلوا فيه يعني نحاولوا نوصلوا ل 50 ولا 60 وعلاش لا 80 فريق. وغادي تكون الهدف منه الاول هو انه غادي نستغلوا هذه المدينه اللي هي سياحيه وحنا في حاجه باش نجيبوا هاد الناس يشوفوا مدينه مراكش. لان الحقيقه اللي لمستها انا شخصيا في هذاك الدوري تلاقينا مع مجموعه من الجمعيات ومن الاخوان من الجاليه اللي فيهم فئه كبيره باقي ما شافتش مراكش. كاين اللي خلقوا تما وكبروا تما وعندهم التجمع وكنشوفوا حنا هاد الاسبان كيفاش كيقدروا يجمعوا هاد الناس في هاد الفتره وكيجيو بالفرحات عليهم وكيحضروا لهذاك داك لومبيونس اللي كاين. دونك حنا درنا هاد النسخه كي قلت لك. دونك الهدف الاول هو هذا فهمتي في هاد الصيغه ديالو. الحمد لله كي كتشوف اليوم يعني صرنا على الاقامه في الفندق كانت الامور كلها الحمد لله كانت مبنيه على البليزير يعني كنقول كان الضحك كان النشيط كان الكونتاكت. المباراه مروا في مستوى جد هائل. الحضور ديال الاخوه اللي معروفين الصعيد الوطني ولا الصعيد الدولي او محاضرين يعني الان صبحت الفكره على الواقع ولينا كنحطوا الفكره على الواقع محطوطه. لمست حاجه اخرى هو انه التعاون ديال الناس ديال الملعب على راسهم المدير السي رشيد كنشكره بزاف لانه يعني كان واحد التعاون كبير. انا احنا براسي ما كنتش كنتخيل ولكن كان تعاون كبير سهلتنا الماموريات. السلطات كذلك يعني بدون بمجرد ما درنا اخباريه للولايه كانت اخباريه لقينا عند جميع الفعاليات القانونيه. دونك الحمد لله احنا امنين خير لان كاع داكشي اللي طمحنا لحد الساعه راه كاين. ما بقى لنا ان شاء الله فاش تكمل الدوري هذا. عندنا واحد الرحله غدا ان شاء الله اللي درناها للاخوان اللي هذا هو الجانب الثاني اللي غادي يساعدنا اكثر من برشلون. هو عندنا بدون ذكر اسماء عندنا مثلا اوريكا عندنا دوك المناطق كلها عندنا واحد الزياره تما غادي تمشي الناس كاع اللي مشاركين غادي يحضروا تما. بالاضافه لهذه عندنا واحد السهرانه في واحد المكان اللي هو كبير نقدروا نقولوا هو شي علي بن الفلاح غادي نحضروا تما جميع الاخوان. دونك عندنا مميزات كبيره سياحيه في هذه المدينه اللي غادي تساعدنا وفي نفس الوقت حنا غادي نكونوا نقدموا واحد الاضافه واحد البليس لهذه المدينه هذه اللي هو سياحي اول شيء. وبهذه الطريقه غادي نكونوا الرياضيين يقدروا يعاونوا في واحد الحاجه يعني عن طريق الرياضه اللي كتسهل بعدا الامور بعد الشيء. وهذا اللي كنتمناو ان شاء الله يكون.
ان شاء الله. جواد ودوش اليوم شاركتي مع الاخوان في هذا الدوري او التظاهره اللي كانت جميله وحضر فيها دله من النجوم هنا ديال كره القدم الصعيد الوطني، كيفاش شفتي هذه الفكره وكيفاش شفتي هذه الاجواء؟ من طبيعه الحال فاول حاجه نبغي نشكر سي محمد فولو على هذه البادره اللي دار على هذا الايفينمون هذا اللي كانت اول مره تتنظم في مدينه مراكش، فالحمد لله فهي بادره مزيانه، نتمنى ان شاء الله تكرر في المواسم المقبله ان شاء الله، فهي الحمد لله فهي لحد الساعه فهي غادي الاجواء تمر بنجاح. فبهذه المناسبه تنشكر الفرق اللي جاوا من دول فرنسا، الدراري القدماء لاعبين فريق الجيش الملكي ولا لاعبين ديال الاراضيما ديال مراكش والناس ديال مراكش على التنظيم هذا الجيل، وحنا جد مرتاحين ان شاء الله لهذا الايفينمون هذا، نبغيوها تعاود ان شاء الله مره اخرى. سي احمد فونكا احد الاطر الرياضيه و غني التعريف بما نقدمه للمشاهدين الكرام، اليوم تحضروا في هذا الدوري او التظاهرة الدولية اللي قام بها الصديق ديالكم فلوح، تنشوف مجموعة ديال النجوم، اجواء كنا نقولوا عيد كروي بمعنى الكلمة، كيف تشوفوا هذه الاجواء كيفاش تشوفوا هذا الدوري اللي تنظم في اول مرة انا بمدينة مراكش؟ شكرا مراكش رياضي على هذا اللقاء هذا. انا بالنسبة لهذا الدوري اللي هو الدوري الاول اللي تيتقام في مدينة مراكش، كما تعرف الجميع مدينه مراكش مدينه عالميه، تنتمناو ان الدوري هذا ينجح باش يكون عنده اشعاع على الصعيد على الاقل الوطني والافريقي، باش يمكن يشاركوا مجموعه ديال الفرق. هذه كنسخه اولى، كاين مجموعه ديال الفرق اللي كانت ممتله، كاين جوج ديال الفرق مدينه مراكش، كاين جوج ديال الفرق ديال الجيش الملكي، كاين نيم، كاين مونبولي، دونك مجموعه ديال الفرق اللي مثل في الدوري هذا. الدوري هذا داروا سي فلوح راه غني عن التعريف، لاعب كبير، لاعب في مستوى كبير، جاتو هذه الفكره هذه باش تكون هذه النسخه الاولى، ونبقاو كل عام يتقام الدوريات في مدينه مراكش. ماشي الهدف منه هدف كما تنقولوا هدف مثلا باش ندي تورنوا، ولا الهدف هو لقاء تواصلي مع تتلقى مع مجموعه ديال اللاعبين اللي لعبوا في دول اخرى، لعبوا في مدن اخرى. مثلا اليوم تلاقينا مع الناس ديال ليفار، اسماء كبيره، الحضريوي، حسينا، هيدامو، رموكي، باديدي، مجموعه ديال الناس اللي بصموا وعلى واحد المسار كبير في الكره الوطنيه. تنجيو للعابه ديال الكوكب مثلا السي محمد الحقيق، قادوسي، كذلك الحربالي، ارسالان، مجموعه ديال الاخوان اللي بنهنون في الحراسه اللي باقي عنده ما يقول. اذن ماشي 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 المهم هو انك هي انك تنافس باش تدي شي حاجه، ولكن المهم هو انك تتلاقى مع الاخوان هادو. الناس الاخرين اللي جاوا من دول اخرى غادي يعطي واحد الاشهار لمدينه مراكش اللي هي مدينه عالميه، وتنتمناو ان شاء الله في النسخه الاخرى يكونوا مجموعه ديال الفرق. اليوم هذا العام كانوا 8 ديال الفرق، تنطمحوا العام الجاي ان شاء الله يكونوا مجموعه الى نقدروا نوصلوا حتى ل 20 فريق، علاش لا؟ كاين عندنا كاين مراكش في الانفراستركتور، موجودين فين يلعبوا، موجودين فين كاين الفنادق في اعلى مستوى. دونك الحمد لله هذه البادره الاولى، بادره الحمد لله ناجحه.